إخواني أخواتي أحبائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن نموذجين لفروض مادة اللغة الفرنسية للمستوى الخامس، فرض الثاني الدورة الأولى، فنموذجين مهمين للتدريب، فحظ موفق لجميع التلاميذ.
نشوفوا دابا حاليا النموذج الثاني دائما مستوى الخامس في مادة الفرنسية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.